مساء الخير مشاهدينا متابعينا في كل مكان من المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة والفنون والآثار لمملكة أطلنطس الجديدة أرض الحكمة. معنا روبورتاج بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من دولة الجزائر، وبالضبط بدار الشباب يحيوي مالك بن أنس من سيدي عيسى ولاية المسيلة شرقي الجزائر. حضرنا معرض لأهم المنتجات للمرأة الماكتة بالبيت وإبداعات المرأة الجزائرية، وكان لنا تصريح مع السيدة المديرة أمينة بالقاسم مديرة دار الشباب يحيوي بن مالك بن أنس سيدي عيسى. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تنظم دار الشباب يحيوي بن مالك سيدي عيسى ولاية المسيلة ورشات صالون ورشات المرأة الماكثة في البيت تحت شعار معا لتحديات المرأة. هذا الصالون هو في طبعته السادسة، يعني في هذا الصالون يحتوي على العديد من الورشات للمرأة الحرفية الماكثة في البيت، سواء كانت مرأة مطلقة، أرملة، مرأة لها مواهب، وكذلك مفتوح لكل فئات المجتمع مع جميع مستوياتهم. هذا الصالون يحمل العديد من الورشات، ورشات المرأة الحرفية، منها الأكل التقليدي والعصري، الحلويات التقليدية والعصرية، الألبسة التقليدية والعصرية، وكذلك مجال التصوير، وكذلك مجال البيئة، وهو مميز كذلك مجال الرسكلة، وكذلك صناعة المواد الطبيعية والتجميلية، الخياطة، الحلاقة، وكذلك كل ما يتعلق يعني أدوات ووسائل ومواد الرسكلة. كذلك يحتوي على المرأة المثقفة، المرأة الأديبة، المرأة الشاعرة، وكل ما يتعلق بالمرأة الحرفية. خلال هذا المعرض صالون ورشات المرأة النسوية، يعني يوجد العديد من المسابقات في مختلف المجالات، وكل المسابقات تحتوي على لجنة تحكيم التي يعني دائما كالمعتاد هم مختصين في هذا المجال. بالنسبة لي هذا الورشات، صالون ورشات المرأة الماكثة في البيت، دائما تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة ديوان مؤسسة الشباب لولاية المسيلة. وفي الأخير نهنئ كل نساء العالم ونساء مملكتنا، وعلى رأسهم معالي الوزيرة الدكتورة سهام بن شعبان جرينار، وكل زملائنا بالوزارة وبالوزارات الأخرى بالمملكة، ونقول لهن كل عام وأنتم بألف ألف خير. كان معكم الإعلامي دريدة سفيان من مكتب الإعلام لوزارة الثقافة والفنون والآثار. إلى اللقاء.